لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل في إبطال دعوى الرافضي إمامة علي ليتمكن من حفظ الشرع ودعواه أن الإمام يجب أن يكون حافظا للشرع لانقطاع الوحي بموت النبي صلى الله عليه وسلم وقصور الكتاب والسنة عن تفاصيل الأحكام الجزئية الواقعة إلى يوم القيامة. قال: الوجه السادس أن يقال قولك لانقطاع الوحي وقصور النصوص عن تفاصيل الأحكام أتريد به قصورها عن بيان جزئي بعينه؟ يعني إن أحمد عبد الحميد محمود مثلا في اليوم الفلاني هيعمل عقد فاسد مع علي عبد الله، دي جزئي مش كده؟ احنا هنقول الشرع هل يأتي بمثل ذلك؟ قطعا لا، الشرع لا يأتي. او ان جواز فلان من فلانة صحيح، زواج فلان من فلانة باطل في التاريخ الفلاني، الشرع لا يأتي بذلك. ولكن عندنا أدلة كلية عامة تدخل فيها هذه الجزئيات. فلان اتجوز فلانة بولي وشاهدي عدل وكان كفؤا لها فتم الزواج فالزواج صحيح. احنا هنعرف منين؟ من الرسول قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، يبقى ده لفظ عام. وكذلك في أن فلانا باع من فلان بيعا ربويا فقلنا بيعا فاسدا. جبناها منين؟ من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر بالبر أو الطعام بالطعام مثل مثل يدا بيد، والملح بالملح والشعير بالشعير والتمر بالتمر مثل مثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. وهكذا. أتريد به قصورها عن بيان جزئي بعينه أو قصورها عن البيان الكلي المتناول للجزئيات؟ فإن ادعيت الأول قيل لك: وكلام الإمام وكل أحد بهذه المنزلة. يعني أنت فكرك هو الإمام هيبقى عارف تفاصيل ملايين الرعايا جزئيا؟ مستحيل. الرسول صلى الله عليه وسلم في زمن لم يكن يعلم تفاصيل أحكام الناس. يقول: فإن الأمير إذا خاطب الناس فلا بد أن يخاطبهم بكلام عام يعم الأعيان والأفعال وغير ذلك، فإنه من الممتنع أن يعين بخطابه كل فعل من كل فاعل في كل وقت، فإن هذا غير ممكن، فإذا لا يمكنه إلا الخطاب العام الكلي. والخطاب العام الكلي للرسول صلى الله عليه وسلم ممكن من الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن ادعائك إن الوحي انقطع والنصوص قاصرة عن تفاصيل الأحكام، نعم الوحي انقطع لكن النصوص غير قاصرة عن بيان الأحكام، النصوص كافية لبيان الأحكام. أنت شايف زي كلام النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر. نعم، كل مسكر خمر ينطبق على كل شيء. قال: إنما قولي لامرأة واحدة لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة. وإن ادعيت أن نفس نصوص الرسول صلى الله عليه وسلم ليست عامة كلية قيل لك: هذا ممنوع. إن عندنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال حاجات كتير: كل مسكر خمر، أيما امرأة نكحت بغير أذن وليها فنكحها باطل. يقول: وبتقديري أن يمنع هذا في نصوص الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أكمل من الإمام، فمنع ذلك من نصوص الإمام أولى وأحرى. يعني أنت أي حاجة هتقولها على الرسول هنطبقها على إيه؟ على الإمام.
فأنت مضطر في خطاب الإمام إلى أحد أمرين، إما ثبوت عموم الألفاظ وإما ثبوت عموم المعاني بالاعتبار. عموم المعاني دي اللي هي القياس، إن المعنى الذي من أجله وجب صب ذنوب الماء على بول الرجل الأعرابي ليس مقتصرا على المسجد النبوي ولا على بول الأعرابي ولا على ذنوب الماء. إيه المعنى اللي في الموضوع؟ المعنى العام، المعنى العام أن الماء مطهر ليه؟ للنجاسة، للنجاسة البول. إذا صب عليه على النجاسة ماء فإن ذلك إيه؟ يطهره. ده معنى عام موجود بقى في كل زمان، بس هو اللفظ اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قاله، قال معنى عام ولا قال واقعة عين؟ بس بنفهم المعنى العام من خلالها. عشان كده يقول ثبوت عموم الألفاظ بتاع كل مسكر خمر وكل خمر حرام، أو ثبوت المعاني، عموم المعاني بالاعتبار. يعني كل ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم على شخص فهو لمثله من الأشخاص كذلك معناه عام. يقول أيهما كان أمكن إثباته في خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يحتاج في بيانه الأحكام إلى الإمام. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حيبين الأحكام من غير ما يلزم أن يكون في إمام. الإمام اللي هو بيدعوه أنه هو الوحيد اللي هيقدر يعرف يعني إيه وقائع أحوال الناس. والأعجب الأعجب بقى أن بقى لنا 1000 وشوية والإمام اللي أنتوا بتقول أنه هو الوحيد الذي يعرف الأحكام والمعصوم بقاله 1100 سنة محدش يعرف عنه حاجة. يبقى هو هيعرف منين أحوال الناس ومنين هيقدر يقول لهم النصوص الدالة على إيه؟ على أحكام أفعالهم. قال الوجه السابع أن يقال وقد قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، وقال تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال تعالى وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فيقال هل قامت الحجة على الخلق ببيان الرسول أم لا؟ لازم تقول الحجة قامت ببيان الرسول، إذن الإمام ليس له دخل به بذلك. فإن لم تقم الحجة به ببيان الرسول بطلت هذه الآيات وما كان في معناه، وإن قامت الحجة ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم علم أنه لا يحتاج إلى معين آخر يفتقر الناس إلى بيانه فضلا عن حفظ تبليغه. طب ما نقول كده في أهل العلم، أهل العلم هيبنوا كل بيانهم على بيان الرسول، وبالتالي هيجتهدوا في بيان الرسول وليس أن هو ادعاء أنه إيه؟ أنه لابد من إمام معصوم. حتى الناس اللي بتنقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم خبره نبحث في صفات الأمانة والثقة والعدالة حتى نبحث، فإذا وجدنا من هذه صفته قبلنا خبره على الظاهر أنه يتجنب مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول أنما جعل الله في الإنسان من القوة الناقلة لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وبيانه كافية من ذلك، لا سيما وقد ضمن الله حفظا ما أنزله من الذكر فصار ذلك مأمونا أن يبدل أو يغير. ليه؟ لأن وجود القوة الكامنة في الإنسان مع يعني يبين ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم خصوصا مع تعدد الناقلين.
ثم إن القرآن محفوظ، ثم إن السنة محفوظة. وبالجملة دعوى هؤلاء المخذولين أن دين الإسلام لا يحفظ ولا يفهم إلا بواحد معين من أعظم الإفساد لأصول الدين، وهذا لا يقوله وهو يعلم لوازمه إلا زنديق ملحد قاصد لإبطال الدين، ولا يروج هذا إلا على مفرط في الجهل والضلال. مفرط في الجهل والضلال، هم عايزين يقولوا الإمام لن يحفظ إلا بإمام معصوم ويضيع الدين من غيره، والإمام المعصوم مش موجود. هذا اللي بيقول لا يحفظ الدين إلا بواحد معين، كلامه لما تعرف لوازمه تعرف ده واحد زنديق غرضه هدم الدين، لأنه يقول ما فيش دين محفوظ ولا حاجة، ده الإمام بقى له 1100 سنة ما فيش معلومة عنه، يبقى إزاي الدين محفوظ؟ يبقى أنه هو عايز يوصل للدين إيه؟ مش محفوظ. الوجه الثامن أن يقال قد علم بالاضطرار أن أكثر المسلمين بلغهم القرآن والسنة بدون نقل علي، فإن عمر رضي الله عنه لما فتح الأمصار بعث إلى الشام والعراق من علماء الصحابة من علمهم وفقاهم، واتصل العلم من أولئك إلى سائر المسلمين، ولم يكن ما بلغه علي للمسلمين أعظم مما بلغه ابن مسعود ومعاذ بن جبل وأمثالهما. يعني عايز يقول إن كتير من الصحابة روايتهم أكتر من علي. يقول هذا أمر معلوم، ولو لم يحفظ الدين إلا بالنقل عن علي لبطل عامة الدين، فإنه لا يمكن أن ينقل عن علي إلا أمر قليل لا يحصر به، إلا أمر قليل لا يحصر به المقصود، فإنه لا يمكن أن يقال أن ينقل، لا يمكن أن ينقل عن علي إلا أمر قليل لا يحصل به المقصود، والنقل عنه ليس متواترا، وليس في زماننا معصوم يجب الرجوع إليه، وليس في زماننا معصوم يمكن الرجوع إليه، فلا حول ولا قوة إلا بالله ما أسخف عقول الرافضة. رؤوسهم يعرفون ذلك ويقصدونها. أقصد رؤوس اللي أسسوا المذهب، يعني عبد الله بن سبأ رجل ذاك المنافق الملحد، ومن كان على نفس الشكل. لا لا، موجودين دلوقتي، ممكن يكونوا مغرورين ومرجعات في الفارغ. لا، في حاجة تفكتفين، في ناس كتير قوي كفرة لما يعلو عيل هو القرآن والقرآن هو عليه، ده كفر. اللي موجودين دلوقتي ولا فاهمين حاجة، قصد عيد مدين ده عند اللي وضعوا المذهب، ما يلزمش، الله أعلم. هم عايزين يهدموا دين أهل السنة، ده يقين، ده يقينا عايزين يهدموا دين أهل السنة. قال: فصل في إبطال دعوى الرافضي على وجوب نصب معصوم هو علي رضي الله عنه. قال الرافضي: الرابع أن الله تعالى قادر على نصب إمام معصوم،
وحاجة العالم داعية إليه، ولا مفسدة فيه، فيجب عليه فيجب نصبه. وغير علي لم يكن كذلك إجماعا، نفس الحجج المتكررة، إن انتم ما بتقولوش إن علي معصوم وإحنا بنقول إن هو معصوم، يبقى اتفقنا إن غير علي غير معصوم. ما إحنا متفق، اللي قالوا الاتفاق ده إن علي غير معصوم مثل أن أبو بكر غير معصوم وعمر غير معصوم، وليس هناك دليل بهذه الطريقة. قال: أما القدرة فظاهرة، وأما الحاجة فظاهرة أيضا. العالم حاجة العالم إليه داعية، هو بيقول الحاجة داعية إلى ذلك لما بينا من وقوع التنازع بين العالم. طب هذا يستلزم المعصوم ليه؟ ناس بتتنازع يفصل بينهم القاضي والحاكم وغير ذلك بما أداه إليه اجتهاده. الجملة ككل معصومة. نعم. قال: وأما انتفاء المفسدة فظاهر، لأن المفسدة عايز يقول ما فيش مفسدة من نصب إمام، يبقى يعني إيه ما فيش مفسدة؟ يبقى لازم تحصل المصلحة. يقول: وأما انتفاء المفسدة فظاهر، لأن المفسدة لازمة لعدمه. نحن لا نسلم أن المفسدة لازمة لعدم الإمام المعصوم. أبو بكر رضي الله عنه كان أميرا للأمة ولم يكن معصوما، وحصل الخير به ولم تكن هناك مفسدة. قال: وأما وجوب نصبه فلأن عند ثبوت القدرة والداعي وانتفاء الصارف يجب الفعل، يوجب على الله عز وجل أن يوجب أن ينصب إمام معصوم. الجواب أن هذا الوجه هو الأول بعينه، ولكن كرره، مكتوبه كرره مش كده؟ هي كرره، وقد تقدمت الأجوبة عنه بمنع المقدمة الأولى وبيان فساد الاستدلال، فإن مبناه على الاحتجاج بالإجماع، فإن كان الإجماع معصوما أغنى عن عصمة علي، وإن لم يكن معصوما بطلت دلالته، بطلت دلالته على عصمة علي فبطل الدليل على التقديرين. ومن العجب أن الرافضة تثبت أصولها على ما تدعيه من النص والإجماع، وهم أبعد الأمة عن معرفة النصوص والإجماعات والاستدلال بها بخلاف السنة والجماعة، فإن السنة تتضمن النص والجماعة تتضمن الإجماع، فأهل السنة والجماعة هم المتبعون للنص والإجماع. ونحن نتكلم على هذا التقرير ببيان فساده، وذلك من وجوه: أحدها أن يقال لا نسلم أن الحاجة داعية إلى نصب إمام معصوم، الحاجة داعية إلى نصب إمام عالم وليس معصوما، وذلك لأن عصمة الأمة مغنية عن عصمته، وهذا مما ذكره العلماء في حكمة عصمة الأمة. الثاني: إن أريد بالحاجة أن حالهم، إن أريد بالحاجة أن حالهم مع ولوده أكمل، فلا ريب أن حالهم مع عصمة نواب الإمام أكمل. يعني هناخد معاك كده، مش الإمام ما هم محتاجين الإمام معصوم، طب يبقى نواب الإمام المعصوم يكونوا معصومين، علشان الحاجة أن وجود المعصوم هيبقى أكمل، وهكذا. يبقى مش هتقصر الأمر على 12، أنت هتقول بكل نوابهم كمان معصومين.
يقول: فلا ريب أن حالهم مع عصمة نواب الإمام أكمل، وحالهم مع عصمة أنفسهم أكمل. يبقى في حاجة إلى أن أنا بقى ربنا يعصمني من الذنوب واستريح بقى من الإيه، من الذنوب والمعاصي. فبيقول هذا الأمر طالما أن هو بتدور على إيه الأمكن عقلا، يبقى كل حاجة يبقى إيه، هم يبقى كل واحد يبقى معصوم. وساعتها شيخ يبقى مفيش حاجة للإمام، يبقى مفيش حاجة للإمام فعلا. يقول: وليس كل ما تقدره الناس أكمل منه يفعله الله. ليس كل ما تقدره الناس أكمل لكل منهم، ليس يلزم أن يفعله الله عز وجل بناء على اقتراحاته، ولا يجب عليه فعله. وأيضا فجعل غير النبي صلى الله عليه وسلم ممثلا للنبي صلى الله عليه وسلم. قد يكون وأيضا فجعل غير النبي ممثلا للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قد يكون من أعظم الشبه والقدح في خاصة النبي، فإنه إذا وجب أن يؤمن بجميع ما يقوله هذا كما يجب الإيمان بجميع ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا لم تظهر خاصة، لو كان كذلك لم تظهر خاصة النبوة. ورود المماثلة يبقى في ناس كتير زي الأنبياء، يبقى لم تظهر خاصة النبوة. فإن الله أمرنا أن نؤمن بجميع ما أتى به النبيون، فلو كان لنا من يساويهم في الصفة في العصمة لوجب الإيمان بجميع ما يقوله فيبطل الفرق. يعني أنت هتوجب علينا الإيمان، الإيمان ليس بالنبوات بل بكل واحد من أتباع النبي. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.